ما رد فعلكم على ما حدث بالأمس في باريس؟ قبل كل شيء نتقدم بالتعازي للأسر الفرنسية التي فقدت أعزاء لها بالأمس، ونحن أقرب الناس إلى فهم مثل هذا الوضع لأننا عانينا من هذا النوع من الإرهاب على مدى الأعوام الخمسة الماضية في سوريا، وما حدث في فرنسا بالأمس لا يمكن فصله عما حدث في بيروت قبل يومين، لأن الإرهاب هو نفسه. لا ينبغي أن ننظر إلى الإرهاب على أنه يحدث في ساحات منفصلة، الساحة السورية واليمنية أو الليبية أو الفرنسية، في الواقع إنها ساحة واحدة على امتداد العالم بأسره. هل لدى أجهزة استخباراتكم أي معلومات تفيد بأن الأشخاص الذين ارتكبوا هذا العمل الإرهابي قدموا من سوريا أو كان لهم اتصالات بأشخاص في سوريا؟ لا، ليس لدينا أي معلومات عما حدث، لكن المسألة لا تتعلق بأسماء الفاعلين أو من أين أتوا. كنا قد حذرنا قبل 3 سنوات مما سيحدث في أوروبا، قلنا لا تعبثوا بهذا الفالق الزلزالي في سوريا لأن تداعيات ذلك ستتردد في جميع أنحاء العالم. للأسف لم يهتم المسؤولون الأوروبيون بما كنا نقوله، بل زعموا أننا نهدد، كما أنهم لم يتعلموا مما حدث مطلع هذا العام في حادثة شارلي إيبدو. إن أطلاق التصريحات القائلة بأنهم ضد الإرهاب لا تعني شيئا، عليهم أن يحاربوا الإرهاب وعليهم اتباع السياسات الصحيحة. هل طلبت أجهزة الاستخبارات الفرنسية التعاون من أجهزة استخباراتكم، وهل أنتم مستعدون لمساعدتهم في محاربة الإرهاب؟ المسألة ليست في أن يطلبوا المساعدة، عليهم فقط أن يكونوا جادين، وعندها سنكون مستعدين لمحاربة الإرهاب معهم. نحن مستعدون لمحاربة الإرهاب مع أي جهة جادة في ذلك، لكن الحكومة الفرنسية ليست جادة حتى الآن. هل لديك رسالة للرئيس هولاند؟ اعمل لمصلحة شعبك. فالسؤال الأول الذي يطرحه كل مواطن فرنسي اليوم هو: هل عادت السياسات الفرنسية خلال الأعوام الخمسة الماضية بأي خير على الشعب الفرنسي؟ الجواب فعليا هو لا. إذن ما أطلبه منه هو أن يعمل لصالح الشعب الفرنسي، وإذا أراد أن يفعل ذلك عليه تغيير سياساته. ما هو الظرف الذي ينبغي أن يتوافر كي تتعاون الحكومة السورية مع الحكومة الفرنسية أو أجهزة الاستخبارات السورية مع نظيرتها الفرنسية؟ لا يمكن التحدث عن تعاون استخباراتي قبل أن يكون هناك تعاون سياسي. لا يمكن أن تتحدث عن تعاون استخباراتي لمحاربة الإرهاب بينما تصب سياسات الحكومة الفرنسية في إطار دعم الإرهاب. هذا ما قصدته بجدية.